وزير الداخلية يستجيب لمناشدة الممثل مقداد عبد الرضا. شكاوى بعض الجماهير على مدرجات وكراسي ملعب ميسان. وصحفيو غزة ينشدون سنبقى هنا. والمزيد من قصص وأحداث السوشيال ميديا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ مع أبرز الترندات المتداولة محليا ومقطع فيديو الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مقداد عبد الرضا وهو يناشد وزير الداخلية مطالبا بلقائه لخمس دقائق فقط، مؤكدا أنه حاول مرارا وتكرارا مقابلته لكن كل محاولاته باءت بالفشل. دعونا نشاهد هذا الفيديو. صار لي أكثر من 6 شهور أحاول أن ألتقي حضرتك، يوعدوني خيرا لكن دون جدوى، يعني واحد قال لي دز لي الهويات وهوياتك ومدري إيش وكذا، وبقيت أنتظر وقال لي أصبر وانتظرت، وبالتالي واحد آخر اللي يعني خابروا لي قال لي ما راح أخليك تقابل السيد الوزير، راح أعطيك هويات تفوت بالمنطقة الخضراء. أنا شنو أسوي بالمنطقة الخضراء؟ أكون أسلم المنطقة الخضراء هم يعني ناسهم وهم يقررون يعني حال هذه البلاد يعني. مشاهدينا، المعلقون تضامنوا مع الفنان مقداد عبد الرضا وطالبوا وزير الداخلية بالاستجابة لمطلبه. نصير حمزة كتب: نتمنى من السيد الوزير الاستجابة لطلب الفنان القدير مقداد عبد الرضا وتخصيص وقت لحضرته، ما ننسى الفنانين شقد قدموا لنا وشقد انظلموا في بلد عاش حروب كثيرة. سمر الطائي كتبت: فنانين قدموا للوطن الكثير ومن حقهم على الوطن أن يستجيب لمطالبهم، مع الأسف إذا الفنان هيش مشلوع قلبه المواطن العادي شلون. حسن بلاسم كتب: فنان وقامة عراقية كبيرة يجب احترامها والنظر في مطالبها بعين الاعتبار، فالبلد الذي لا يحترم فنانيه لا يحترم رموزه وتاريخه. مشاهدينا، وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الاستجابة لمناشدة الممثل مقداد عبد الرضا، حيث نشر على حسابه صورا من اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري واللواء سعد معا. والآن ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر من البصرة، ففي الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع فيديو توثق افتتاح المدينة الضوئية ومدح جمالها، انتشرت مقاطع أخرى تنتقد سوء المواد المستخدمة في هذه المدينة، حيث نشر أحد المواطنين مقطع فيديو يوضح فيه أن المواد المستخدمة رديئة ومصنوعة من القماش العادي. دعونا نشاهد. السلام عليكم شباب، شوفوا هذا قماش، ترى يعني مو عباركم فشي المدينة الضوئية، قماش شوفوا هاي نوع قماش يعني بسرعة ينشد، شغلة تعبانة كفيلكم العباس. شوف هاي نوع ملزقينها تلزق، هاي المدينة الضوئية كلها قماش وكذب بكذب وخفق. ساعة شوف كم مليار دولار كل قماش. شوف هسه هذا خاف تقولون انا كذاب، عينه قماش ومشقق النوم، شوف شلون مشقق. ايوه ساعة بلوى الله. مشاهدينا، الفيديو لاقى ردود فعل أغلبها سلبية، منتقدين المواطن ومعتبرين الفيديو مجرد تسقيط لكل ما يتم إنشاؤه من مشاريع في العراق. ماهر محمد كتب: أولا هي مدينة ضوئية ولازم الجدار العاكس تتناسب مع الإضاءة، وثانيا لا تمزقوها وهي تبقى لحد انتهاء صلاحيتها.
مع حافظ كتب شقد سلبيين على كل شيء انتقاد وتصورون، عوفوا الناس تشتغل، وإذا ما عجبتك لا تحكي وتصور أو لا تجي من الأساس لهذا المكان. أحمد الوارث علق كلها انتقادات، بعدها يقولون ليش العراق ما بي مشاريع؟ مو أنتوا أهل البلد لازم تشجعون حتى لو شيء مهتمامك، من نشوف مشاريع أشجع لازم لأن هذا بلدي. مشاهدينا من هذه التعليقات ننتقل إلى موضوع آخر، حيث انتشر مقطع فيديو في بغداد لمظاهرات الطلبة 10 الأوائل بتسلسل من 4 إلى 10 للمطالبة بإنصافهم وشمولهم بالتعيين وتوفير درجات وظيفية لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السليمانية أيضا كانت هناك تظاهرات واحتجاجات غاضبة، حيث خرج الآلاف من المواطنين للمطالبة برواتبهم المتأخرة، وقاموا بالتوجه نحو مبنى محكمة ومحافظة السليمانية للمطالبة بحقوقهم. وإلى فيديو آخر لطلبة عراقيين يتظاهرون أمام سفارة طهران في بغداد احتجاجا على ما وصفوه بالنصب والاحتيال من قبل جامعة إيرانية. الطلبة قالوا إنهم أكملوا الدراسات العليا لمدة 3 سنوات، وبعد إكمال المناقشة تبين أن لا وثائق تمنح للطالب. دعونا نشاهد. وتم إكمال مناقشات قبل أكثر من 5 إلى 7 أشهر، ولم نلتزم الجامعة بمنع القبول النهائي والوثائق التي أعطانا رغم المطالبة المتكررة، ولكن لم نلتزم الجامعة المكان إلا التزييف والمماطلة في إصدار قبولاتنا النهائية والوثائق. مشاهدينا، التعليقات على هذا الموضوع كانت كثيرة، نقرأ بعض منها. ندى بركات كتبت: للأسف تدهور التعليم في بلدنا جعل الكثيرين يلجؤون لدول ثانية وجامعات أخرى لا نعلم حتى مدى جودة التعليم فيها وإن كانت شهاداتهم معترف بها أم لا. حامد موسى كتب: وزارة التعليم يجب أن تضع شروط ومعايير مشددة على كل الجامعات خارج العراق ومتابعتها إن كانت جامعات معترف بها أم لا. سلوى النعيمي كتبت: حتى لو منحوهم الوثائق وشهادات التخرج لتحصيلهم الدراسي للماجستير أو الدكتوراه، تلك الشهادات غير معترف بها دوليا من قبل منظمة اليونسكو الدولية لأن إيران لا تعترف باليونسكو. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى مقطع فيديو متداول من ميسان يظهر شكاوى بعض الجماهير على مدرجات وكراسي الملعب أثناء مباريات دوري نجوم العراق، حيث وثق مواطن منظر الكراسي والمدرجات التي تملأها الأتربة والأوساخ. لنشاهد. هاي الإهمال ما كان في مصاف فوز باع ما
مشاهدينا، التعليقات على هذا الفيديو جاءت أغلبها غاضبة. سفيان جابر كتب: للأسف فلوسك يا عراق ضايعة، مليارات تصرف بمشاريع وهمية أو مشاريع إذا كملت فهذا حالها يرثى له. علي الشمري كتب: لا الحكومة ولا حتى الشعب عندهم ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، كل من يقول لك يا روحي وكل همهم يتقاسمون كعكة الوطن. منال حازم كتبت: الأحزاب الحاكمة ما تهتم غير بس بتقوية نفوذها، تحطمت البنى التحتية للشوارع الفرعية للمدن وأخذت الأتربة تتكدس على البيوت والنباتات، ظلت على الملاعب. مشاهدينا، إلى موضوع آخر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن حظر طيران شركتي الطيران العراقي وفلاي بغداد من أجوائها بسبب عدم الالتزام الكافي بمعايير السلامة الدولية. وبحسب الوثيقة التي تم تداولها، فإن الاتحاد نشر قائمة بشركات النقل الجوي المحظورة من العمل داخل الاتحاد، وجاء من ضمن الشركات المحظورة شركة فلاي بغداد والطيران العراقي. التعليقات مشاهدينا كانت كثيرة على هذا الموضوع، فأغلب المعلقين انتقدوا دور الشركتين والسلبيات التي يواجهونها عند السفر بها. كامل إبراهيم علق: المفروض يكون اهتمام جدي والعمل بسرعة على توفير كافة شروط السلامة، الطيران المدني العراقي من أوائل الخطوط الجوية العربية. عبد السلام محمد كتب: إبعاد الخبرات والكفاءات عن مجال عملها بحجة توفير درجات وظيفية شاغرة وإحالة أغلب الاختصاص على التقاعد جعل الناس تتسلق السلم دون معرفة. نادية علي كتبت: جريمة العراق من البلدان العريقة والغنية، وتلاحظ عدم قيام سلطة الطيران المدني بواجباتها اللي تعكس أهمية البلد وسمعة طيرانها. مشاهدينا، والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. من جديد نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العربية وفيديو منتشر لمجزرة جديدة قد تكون الأكبر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. فأكثر من 1000 مدني في غزة قد يكونوا أصبحوا شهداء بلحظة واحدة بعد أن مسحت إسرائيل مربعا سكنيا مؤلفا من 50 بناء في حي الشجاعية. لنشاهد. وإلى فيديو منتشر لصحفي فلسطيني يتحدث عن الواقع المؤلم الذي يعيشه سكان غزة، حيث وجه رسالة إلى العالم وطالب بأن يقفوا مع هؤلاء الناس الأبرياء الذين يتعرضون للإبادة بطائرات الاحتلال الإسرائيلي. يعني بصراحة هذا هو الاحتلال الإسرائيلي. تخيل معي أنه اليوم هو 58 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كلها نفس الأيام، كل يوم نفس القتل، نفس الاستهدافات، نفس الإبادة الجماعية، نفس الأشلاء، نفس الأطفال المقطوعة رؤوس، نفس العائلات اللي بتم إبادتها بس بالدور. اليوم عائلة أبو فلان، بنفس اليوم في عائلة أبو فلان، بنفس اليوم في عائلة أبو فلان، لأنه هذه عن جد بنتعرض لإبادة جماعية. قبل أيام كان في 7 أيام هدنة، تخيلوا ليلة من ليالي العدوان عن 7 أيام، عن سنة هدنة. الاحتلال الإسرائيلي عمال ببيدنا. في بداية العدوان قال لأهل شمال غزة علشان تحافظوا على أرواحكم روحوا على جنوب غزة، نزح مئات الآلاف تحت استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة، نزح مئات الآلاف تحت القصف، تحت القذائف، تحت الإبادة الجماعية. أحياء كاملة في غزة أبيدت، يعني أغلب أحياء مدينة غزة غير صالحة للسكن، وأنا مسؤول عن كلامي. مشاهدينا، لحظات صعبة عاشتها مراسلة تي آر تي وخلال تغطيتها قصفا إسرائيليا لمدينة حمد في خان يونس التي تعيش فيها عائلتها. لنشاهد. هذه المدينة مأهولة جدا بالسكان وتحوي أعدادا كبيرة من النازحين، عائلتي أنا زوجي وأطفالي يتواجدون في هذه المدينة السكنية ولا أدري حتى اللحظة شيء عنهم. نتمنى
نتمنى لك ولعائلتك رب السلامة للجميع. سنعود إليك في سياق هذه التغطية، سنعود إليك رب، نتمنى السلامة لك ولعائلتك. وإلى فيديو آخر يظهر طفل صغير لا يتجاوز عمره 6 سنوات إلا أنه ورغم طفولته تشعر بأنه يحمل جبالا من الأسى والحزن والهموم. فيديو آخر مشاهدينا أظهر مواطنون محاصرون في إنقاذ منزلهم جراء القصف الوحشي الذي تعرضوا له، إلا أن ثقبا في الحائط قد أعاد لهم الأمل في النجاة. لنشاهد. مشاهدينا، الطفلة ألما البالغة من العمر 13 عاما وهي محاصرة تحت مبنى منهار مكون من 5 طوابق طلبت بكل شجاعة من فرق الإنقاذ إعطاء الأولوية لأهلها لإنقاذهم من تحت الركام. أنا ألما مش كاسة. طب مش أنت مين يا ألما؟ طب عايشين يا ألما معك؟ عايشين هنا. ايش يا ألما؟ ساعدتني ابويا واخواني وسبت كل حاجه ما عدا انا. حاضر. اخر واحده بديش انا اكون حاضر. ساعدوني اخر واحده. ولا سوف نبقى هنا حتى يزول الألم. بهذه الكلمات ظهر الصحفيون في مستشفى ناصر بخان يونس وهم ينشدون سوف نبقى هنا رغم تلك الأحداث الصعبة التي تتعرض لها غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لنشاهد. أحيا هنا سوف يحل النغم. مشاهدينا، وإلى أبرز الترندات العالمية ومقطع فيديو متداول لمذيع فرنسي يوجه رسالة مؤثرة للصحفي غزة حيث قال أنهم يقومون بعمل لا يقدر بثمن وفي ظروف مستحيلة. لنشاهد. Lettre aux journalistes de Gaza. C'est déjà votre 5e guerre. On pourrait presque vous soupçonner d'avoir l'habitude. Pourtant, vous avez compris très rapidement dès les premiers bombardements que ce ne serait pas une guerre comme les autres. Quand vous partez en reportage le matin, vous n'êtes pas certain que vous rentrerez chez vous. Et si vous survivez et parvenez à rentrer chez vous, c'est peut-être votre famille qui ne sera plus là. Vos collègues tombent les uns après les autres et vous commencez à croire que ce n'est pas une coïncidence. Vous vous demandez si vous êtes visé. Quand vous filmez des blessés à l'hôpital, ou les files devant les boulangeries, ou les corps ensevelis dans un charnier, vous reconnaissez des visages. Nous, derrière nos écrans, nous voyons des corps. Vous, vous voyez un ami, une cousine, un voisin. Nous, derrière nos écrans, nous voyons des ruines et de la poussière. Vous, vous voyez l'école où vous avez étudié et l'hôpital où vos enfants sont nés. Chaque jour, vous documentez le crépuscule de votre propre existence. Et parce que vous êtes palestinien, arabe, musulman...